بعد ذلك الفوز طبعا بهدفين لهدف واحد. كرة وصلت إلى ريكيال فارس. 71 دقيقة 72 دقيقة باقي 18 دقيقة. خطأ 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 في المكان الخطير. جول جول الانتر. هو 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 إيكاردي يا جماعة الخير. هو إيكاردي. نعم قلنا داخل لهدف معين. إيكاردي كلمة السر. يأتي ماتزاري ويدخل إيكاردي وإيكاردي يأتي بالهدف الأول في مباراة. هنا بدأت قصة الهدف. الخطأ من كيليني والتمريرة من ريكي والكرة القوية جدا في اللمسة الأولى من جانب إيكاردي. إيكاردي العام الماضي مع سامدوريا هدفين في مرمى بوفون. وهذه الليلة يأتي نفس اللاعب اللي دارس كل صغيرة وكبيرة. ما جاري ما ترك شيئا اليوفنتوس لأنه متأخر الآن. متأخر الآن. الكرة تلعب إلى أسامو. أسامو محاولة المرور وموجود البرازيلي جوناثان ولكن يتقدم يتقدم. الكرة خطيرة ولا زالت موجود. الله الله جول. هكذا هي الأجواء الكبيرة. يا فرحة ما تمت. هكذا يقول لكن الكبير يعود في التوقيت المناسب. الكرة الماضية اللي فيها المرور وفيها الإصرار الكبير من جانب أسامو. بعد ذلك إلى فيدال وفيدال بعد ذلك مباشرة إلى الشباك. يا لها من دقيقة مجنونة. دقيقة مجنونة بكل معنى الكلمة. فيها تقدم الإنتر وفيها تعادل.